في منطقة الكاسينجر التي تقع على بعد كيلومترات قليلة من منطقة السد مروي، يوجد نحو 99 جزيرة صغيرة. بعض هذه الجزر مأهولة وبعضها لم تصل إليها الأقدام بعد. ويقول صاحب أحد هذه الجزر إن بها كل مقومات السياحة النيلية. كل مقومات السياحة موجودة، من نهر النيل والجزر الجميلة والشلالات والضفاف والتلال والطيور النيلية، وكذلك الأسماك والتماسيح وكل المناظر اللي بتسر السواح يعني موجودة عندنا في الجزيرة. ومع افتقار هذه الجزر لوسائل نهرية حديثة لنقل السياح وخلوها من الفنادق أو حتى المطاعم، يسعى ناشطون من أبناء المنطقة إلى إحياء السياحة بها بالجهد الذاتي. دي فكرة نبعت وجهد خاص من أبناء المنطقة وإصرارا منهم لأن يصلوا منطقتهم يعني للعالم يعني. الجهات المسؤولة عن السياحة في الولاية الشمالية قالت إنها مدركة وواعية لأهمية الاستثمار في السياحة في الكاسينجر، وقالت إنها وضعت خططا للنهوض بالسياحة فيها وفي كل الولاية قريبا. عندنا تفكير جاد في استغلال بحيرة سد مروي كمسطح مائي يمكن أن يستغل كسياحة نيلية. ندرس هذه الأفكار جميعا، ندعو المستثمرين والمواطنين لتهيئة المناخ الجيد للقادمين إلينا. خبراء في مجال السياحة والثقافة، ومع تجديدهم على ضرورة الاهتمام بالسياحة في الشمال، إلا أنهم دعوا السلطات إلى الاهتمام أكثر بالسياحة الثقافية لوجود تعدد ثقافي في البلاد. السودان كمكان سياحي أبرز شيء فيه هو ثقافة السودان نفسها، العادات والتقاليد والفنون الشعبية والمسائل دي كلها، ده اللي ممكن أكثر نقطة ممكن تجذب السياح، الناس البشر، بالإضافة للأماكن اللي موجودة في السودان بلا شك يعني. ويمتد نهر النيل لنحو 800 كيلومتر في الولاية الشمالية، وتنتشر فيها الشلالات والصخور الجميلة والطيور المهاجرة، ومع ذلك لم تتم الاستفادة منها في مجال السياحة. بالإضافة إلى التراث الشعبي الذي تمتاز به المنطقة، فإنها مرشحة لتكون أكبر مصدر للسياحة النيلية في السودان في حال استغلالها بالطريقة الأمثل. محمد عثمان من داخل الخبير جزر الكاسينجر ولاية الشمالية، بي بي سي.